تجربة ثرية بالنسبة لي، يعني تعلمت الكثير من اللي جيت 2004 كلاعب واستكشاف يعني البطولة الإنجليزية، البريمير ليج والكورة، الريتم، الانفراستركتور، يعني كل شيء كان ثري، تعلمت منه برشا. وصار لونشينمون يعني حتى كمدرب، بعد معناتها العقلية متاعي تبدلت وولات يعني تشوف من أونجل آخر، اللي خلاني معناتها نزيد نحب أكثر الكرة ونزيد يعني نتمتع أكثر بالإكسبيريونس هذه. بالنسبة لي أنا يعني اكتشافات كبيرة ياسر يعني بالجملة، إذا تحب تقارن يعني بتونس، لأنه أنا مولود في تونس في جابس بالذات، يعني طلعت من جابس وصارت البروغريسيون متاعي، مشيت للإسبيرانس قعدت 11 سنة، 5 سنين ولا 6 سنين باش وليت نلعب تيتولير في الإسبيرانس، ومن بعدها في نفس الوقت نلعب انترناسيونال معناتها التونسي، كوسوا اولمبيك ولا جونيور اولمبيك ومن بعدها سينيور. لكن ديما كانت فما عندي اسئله ما لقيت يعني الاجابه نتاعهم، كان في الاوروب الاسئله هذوما بطبيعه توا كي تحب تشخصهم اصلا تابعين للبروفيشناليزم، يعني الاحترافيه، وش معناتها الاحترافيه في الترا وخارج الترا. ما كانتش يعني حلم كبير ياسر، لكن كانت فكرة كانت تتبع فيا، خاصة يعني ال10 سنين الأخرانيين متاع الكارير متاعي كلاعب، وبديت نحضر فيها يعني كما قلت لك حاجة من الحاجات، خاصة في الأوروب اللاعب يقرب يعني للفانت كارير متاعه يبدأ يخمم ويعاونوه على الديسيزيون متاعه. يعني كل ما عندك فكرة، كل ما عندك فكرة كل ما خير تبدأ تطبق فيها يعني وانت تلعب. وبديت نحضر يعني حتى في اللي ديبلوم متاعي في العوام الاخرانية متاعي، والحمد لله يعني الترانزيسيون صارت ديريكت. بلجيكا سان ترامبلان للي شامبيونال الكبار في الاوروب. بلجيكا ما تجيش معناتها اون برومي ليو، تجي اون دوزيام تخوازيام ليو بارفوا، ترامبلان كو سوسوا للملاعبيه ولا لي زونترونور. هذاك علاش قبلت باش نجي لبلجيكا. الفورماسيون تاعي انجليزيه، يعني ديما بارابور لبلجيكا تقعد سوبيريور، دونك لا 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 نزيد ديريكت، جيت نعطي معناتها في البلوس للجمعيه وللستاف، وان شاء الله يعني نطمح باش ديما نكون في بوزيسيون خير. نحكي على روحي شويه، راضي عادي يعني نحاول باش ديما نشرف راية تونس ونكون يعني في المستوى تونس. ان شاء الله بقدرة ربي كيما اي لاعب لعب في تونس ومدرب توا، نحب الكره التونسيه يعني ديما ساطعه ولامعه، يعني في مونديالمون، مش كان في افريقيا، جمعياتنا، الفريق الوطني متاعنا. ان شاء الله يعني نتمنوا الفريق الوطني متاعنا حظ كبير في كاس العالم. كل الانتظارات ان شاء الله على المنتخب التونسي، وان شاء الله ربي يوفقنا ونكونوا ونرفعوا راية تونس يعني في اي بلاصه نمشيو لها ان شاء الله. تحدي متعود به، يعني انا عم ناول قبل ما نمشي لاسبيرونس كنت في سيركل بروج، العباد هما بيدهم، يحبوني ونحبهم، يعرفوا الخدمه متاعي مليح، دونك هذاك علاش حبوني نرجع نعاون الفريق. الفريق تاعو مستحق يعني لاي اعانه، وان شاء الله بقدرة ربي التحدي هو نرجعوا الفريق لبلاصتو. المونديال بالنسبه لي انا يعني اقصى حاجه نجم يوصلها لاعب محترف،
ولي انا بيرسونيل يعني سي الكونكلوزيون نتاع الخدمه اللي خدمتها انا في حياتي، التعب اللي تعبته، ساكريفيس الكل معناتها نتيجه نتاعو هو حضوري في زوز كوب دي موند، اللي هو ماهوش سهل. يعني فما برشا لاعبين معروفين في العالم ما لعبوش كوب دي موند. اكثر ماتشوات الحقيقه خفت منهم انا بيرسونيل، الماتش الاولاني بالكل، اول ماتش ضد الكونغو هكا ولا انغولا، والماتش الثالث في الجروب الاولاني، معناتها في المجموعه نتاع المجموعات. يعني هذوما الماتش الاولاني والماتش الثاني الثالث سامحني، هذوما الماتشوات اللي خوفوني. مالغري اللي لعبنا يعني في اللانكار والدومي والفينال، معناتها اكبر ماتشوات في كاس افريقيا، لكن الماتش الاول العباد ما زالت تجوجي فينا ب 94. يعني الفريق اللي وقت تونس نظمت الكاس افريقيا وخسرت من الماتش الاولاني، يعني دخلنا ببريسيون كبيره ياسر، لكن الحمد لله يعني خرجنا منه الماتش هذاك وربحناه. والماتش الثالث اللي هو يعني باش يعطيني يسهل لنا مصيرنا في الدوره في التور دوزيام تور. الماتش هذاك يعني ذول تعادلنا فيه ولا خسرنا فيه، لكن زوز ماتشوات اللي حسيت فيهم اللي مصيرنا معناتها مهدد في الحكايه. لكن ماتش السنغال ذباب، نيجيريا مركونا في وقت خايب ياسر ورجعنا زي الجزيري، يعني رجعنا في الطرح بيلانتي. ماتش الفينال كونتر المروك، المروك داخلين في الربح خارجين من الخسارة، لكن معناتها رجعونا في الماتش 1-1، سي با فاسيل قدام جمهورنا. دونك الماتشات كلهم صعابة متاع الكوب دافريكا 2004. نتفكر ماتش الارجنتين جاتنا بيلانتي من الاول، كان ماركينا بيلانتي هذيك ضيعناها، نتفكر يظهر لي عماد المهذبي ضيعناها البيلانتي هذيك. كان ماركينا البيلانتي هذيك ممكن يتبدل وجه الماتش، خاطر كيما قلت لك نحن دخلنا بمعلومات كبيره ياسر. نتفكر كيما قلت لك الزياد يصول ويجول، ليكيب نتاعنا واقفه بلوز ما مالغري اللي نتفكر الصدمة الصغيرة متاعنا وقتها قبل ما نمشيو للكوب دي كونفدراسيون، رجو لومير نحى خالد بدرة ونحى رياض البوعزيزي، دو معناتها ليدر في الليكيب وفي المجموعة هذيك. قلقتنا شوية، قلقت شوية جوارات، لكن حطينا في قلوبنا ومشينا باش نلعبوا يعني ونشرفوا وجه تونس. في اللعبة كنا نجمو ندومينيو الارجنتيني اذا ماركينا البيلانتي، لكن ضعنا بيلانتي وقعدنا يعني نجريو على السكور كي خب ماركاو هما. ماتش المانيا كيف المانيا في بلادها تضم يعني لاعبين كبار، لاعبين يلعبوا في اكبر لي شامبيونا في الاوروب، دي جوار معناتها فكر بالاك و يعني لعبية بسميهم. صعيب ياسر باش تربح المانيا في المانيا. الماتش الثالث استراليا ربحناه، كملنا بيه التورنوا هذاك، كملنا معناتها في بون نوت بوزيتيف، لكن ديما كملاعبي نحس اللي فما حاجه ناقصتنا، واللي ناقصنا هو لو بروفيسيوناليزم معناتها اون جينيرال. تحكي ما بين الاوروب والافريق، نحكي اون جينيرال ماشي نحكي تونس والمانيا، نحكي اون جينيرال. اللي ناقصنا هو لانفراستركتور استركتور البروفيسيوناليزم المونتاليتي تو سا اللي في المومون هذوما يعملوا لا ديفيرونس. اتفرجت في ماتش الاخراني ضد البرازيل وعجبني يعني المقابلة ككل، عجبتني الأجواء نتاع التوانسة اللي جاوا الكل، حسيت بروحي كأني في تونس. مالغري اللي حبيت المقابلة تكون في تونس مش في البرازيل، مش في باريس، ولكن أكثر نصيحة نعطيها للاعبين هو نلعبوا بالنيفو نتاعنا،
نلعبوا معناتها مغير خوف. نمشيو للقطر، عندنا ثقة في رواحنا ونلعبوا للكرة، وإن شاء الله ربي يوفقنا، لأنه إذا تونس والفريق التونسي يلعب الكرة للكرة من غير يعني حسابات زايدة، ممكن عندنا شانس أكثر من اللي نلعبوا بحس برش حسابات، ومن عندنا وذاك يقلل يعني في الكاليتي متاعنا، يقلل يعني في النيفو متاعنا، وذا هو أكثر حاجة نجم ننصح بها يعني الفريق ككل.